اوكي يا جماعة، احنا عندنا 24 فكرة اسطورية هنصورها اليوم. والله في فيديو من زمان حاب اعمله، اغاني قديمة ضد الاغاني الجديدة، شو رايكم؟ ليتس جو يا كبير. هي اول فكرة، ولا بنعمل صح بعد بنعملها؟ يلا يلا على التحدي الاسطوري. اوكي، هاي القناة فتحت يا جماعة، اكيد شفتوا شو الفكرة بالفلوج، مش عارف شو ترتيب الفيديو هذا حيكون، بس هذا اول فيديو بعمله هو تبع الاغاني. بصراحة عجبتني كثير الفكرة وحبيت اعملها. 24 فيديو مرة واحدة يوتيوب. يعطيك العافية في الزغلول. الله يعافيك، انزل بس لانه مش شايفين. كيف اول البداية؟ والله شو البداية اذا بستعي حالك يا زلمة؟ انت لسه ما صورتش ولا فيديو صح؟ هذا اول فيديو. تخيل لسه عندك 24 فيديو بعد، يعني لسه 1 2 3 خلاص يا دوكات، خلاص عرفت 8 9 10 ما تحتاجش تصور. عرفت انت زيقت وانا بحكيهم، تخيل لما تصورهم. طيب حتشوف النقد. اسمع، قديش لي لو صورت ال 24 فكرة؟ ايش؟ ايش بدك؟ هلا شوف، في كلام من هون حاخده للفلوج. طيب ايش بدك؟ قد ايش تعطيني لو عملتها كلها مرة واحدة؟ 24 ب 24 ساعة؟ والله شو بدك؟ بدك غدا؟ والله طيب بغديك. شو بدك؟ اي مطعم؟ اغلى مطعم. وششنا اي مطعم بدك؟ افطار. اسمع خلاص، لك والله لك غدا. خلص يا. صار يا كبير، هيك سبنا غدا. صور فيديو الحالة؟ شو هو؟ اشوف اغاني 2010. الفرق بينه وبين 2020. انت اسال عشان الكوبايت عادي. نبلش، حنسمع 5 اغاني من 2010 ونقارنهم ب 2020. لو تحركت مشاعري مع تبعون 2010 بتعاقب بالفيديو الجاي. اوكي؟ ليتس جو. أنا من دونك عمري دايم عاد لحد الآن ما حسيت بشي. وفراقك والله حرام. أنا بدي أقلب شغل بغاني القديمة دقيقة كاملة بس النغم. كلمة حب وأحساس سرق لي قلبي. يا ناس لا تلوموني وعن غدره ما تحكون لو زالت. كمل يهبل. غدره ما تحكوني لو تزعل مني عيوني صرخة قلبي بتكون. صراحة تأثرت. احنا كنا على فكرة مدمرين، مش عارف ليش هيك كانت اغاني زمان. يعني هيك انت بتطلع بس تكبر بتبلش تتدمر، تسمع اغاني حزين وانت فيش ريليشن شيت في حياتك. اللي بعده عمرو دياب. عمرو دياب صعب ما تتاثر فيه. صار احاول. هلا انتوا 1-0 الكم، ان شاء الله اني اقدر اكمل. ادي له يا كبير. ليش قاعد بسمع اغاني حزينه؟ وكل شوي قاعد بتذكر الكرش. انا اللي وحشني لو حتى بكون وياك. انا اللي معاك. والله يا جماعه بس اسمعوا هيك اغاني ما بتقدر، صعب ما تمشي معها. والله اغاني زمان كانت اسطوريه. 2-0 لكم، شكلي حاكل هوا. المفروض اني ما اتاثر فيها. اغنيه لاليسي. دمار. احنا اغانينا 2020 كثير احلى وبترقص وبتفرح بدل الزعل هذا. اسمع رابع اغنية. اوكي نمشي. شو قلة الادب هاي؟ اغنية اسطورية الصراحة. ايوه هاي الاغاني اشي يفرح.
نساء قاعد بعيط كل شوي بذكروك بإيش ما بدك تتذكر. معنا آخر أغنية من الزمن الجميل. برضو أغاني العلاقة بالحب والغرام ويذكروك بالكرش وانت بدك تتذكر. شوف أغاني 2020 خلاص بكفي. اوكي الاغاني القديمه انتم فزتوا فيها كلها. صحيح يا جماعه انا تعبان بس والله لا صوروا كامل التحدي. شوف الفرق شوف الابداع. انا بك مريض ادري كل بحب فيك ما انت في نهاك العلاج لقيت الطبطبه اغنية اسطورية والجسم. شايفين اغاني 2020 اسطورية بعدين هيك كلها فرايحية. ابو الشواكيش لا مش حسن جوهر حسن شاكوش. لحد الآن أغاني 2020 هي اللي بتفوز. كله دمار يا زلمة. 2000 أغاني 2010 كله دمار. وحكونا كانت نور بين نجوم الليل وحكونا من هموم بطل فيها حل لما تشوفوها احكولا إني منيح واللي صرت أغني وبلش فيها منيح إني بضحك على كل لحظة ويوم عليها بكيت وحكونا كانت نور بين كفي أخرس كفي أخرس دمرتنا يا خرس. صوت خرافي بعدين بدخل هيك جوا أطول أقوى بكثير من أداء 2010 كمان أغنية وخلص. خليت هاني وشربت آخر كاس وصرت يوم بين كل الناس حطت بي صخرة هذاك الرصيف ومش قاسي الفراق الفراق مخيف ترحم على قلبي اللي كان يوم لطيف ترحم على قلبي اللي كان يوم لطيف وحتى النجوم بالعتمة بتبان لو دبلت لود انا احرق بستان. الله عليك يخرس. اوكي انا قلت لكم في تحديين تحدي 2010 و2020. 2020 بصراحه بتفوز بالاغاني. هلا الاغاني القديمه كثير حلوه عمرو دياب كثير قوي بس والله الاخرس ابدا اخرس سكتني خلص. اغاني 2020 بتفوز. اوكي لاني انا تحركت مشاعري مع الاغاني القديمه فعندي عقاب بالفيديو الجاي. اوكي انا عملت انترو لهاي القناه مش عارف. شوفكم على الفيديو الجاي. مع السلامة.